أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إلقاء الكلمات الوعظية والتوجيهية في الولائم والعزائم أمر منهي عنه وهل هو بدعة؟ في الولائم والعزائم الاجتماعات قصده، لا بأس بذلك، هذا طيب، هذا طيب، النصيحة والموعظة في اجتماع الناس إذا اجتمعوا لوليمة أو لأمر من الأمور ينتهز الفرصة ويذكرهم، هذا شيء طيب، ما أحد قال هذا بدعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بعض، لكن إذا كانت هذا الاجتماع بدعة مثل اجتماع العزاوة لا يجوز إقرار أصلا، يكفي يرثوها وتعينهم على ذلك. أما إذا كان الاجتماع مباحا أو اجتماع عبادة في المسجد أو في طلب العلم أو لدرس من الدروس، الموعظة طيبة. نعم.